الخبر اللي فرحنا، حيت هذا الفتح ديال الحمامات فرحنا ملي لقينا الخبر. وخا كنعانيو من هاد الاغلاق وعانينا بزاف، ولكن الحمد لله جا الفرج من عند الله اول حاجه، والسلطات حتى هما تجاوبوا معنا وحلوا لنا الحمامات. وحنا وكاع الناس اللي عندهم العلاقه بهذا القطاع راه فرحانين. الاجراءات بان باش تكون تباعد جسدي وتكون تعقيم وتكون نظافه وما تكون ما يكونش الاكتظاظ، هذا الشيء اصلا حنا راه عارفينه وكنديروه ديما، والحمد لله ما عمر شي بؤره كانت في شي حمام، وهذا هو اللي مهم بزاف في هذا الشيء. الثمن باقي هو والحمد لله الثمن مزيان والحمام مزيان، وكنتمنى والله يكون خير، وحتى زوبان حتى هما يجيو ويتحمحموا، راه الناس راه توحشوا الحمام بصح. غدا الحد ان شاء الله، غدا الحد غادي يكون استقبال ديال الزبناء ان شاء الله. درنا لقاء التواصل اللي كان هذا السبت اللي فات الحمد لله، وجاب الله الفرج من عنده، والناس ديال السلطات تجاوبوا معنا الحمد لله وفتحوا لنا الحمامات. وكنشكروا الحكومه ان شاء الله اللي غادي تكون مستقبلا، واخا هاد الحكومه اللي كانت راها تضرينا على قبلها على ود الاغلاق ديال الحمامات، وكذلك الدعم اللي كانت قالت لنا بالنسبه للشغيله راه ما استفدنا من الدعم حتى حاجه. وهاد الحكومه ان شاء الله كنتمنوا فيها خير، وبغينا هاد الدعم ان شاء الله ناخذوه في اقرب وقت ان شاء الله. الحمد لله ملي كان الخبر ديال الافتتاح راه كلشي فرحان، راه بالنسبه اللي كاينين هنا ولا كاع في هذا القطاع، وحنا ديما كاينه العلاقه بيننا وبين الشغيله ديال الحمامات، والحمد لله راه كلشي فرحان وكلشي بخير وعلى خير، ونتمنوا الله خير ونتمنوا الله حتى الدعم ديال هذه الشغيله يكون في اقرب وقت باش يخلصوا به الديون اللي عندهم والمعاناه اللي عانوا به، حيت عانوا بزاف. كاين اللي كيتسالوا الكرا، كاين اللي كيتسالوا دابا الدخول المدرسي راه كاين باش غيدخلوا ولادو، وكنتمنوا هذا الدعم يكون في اقرب وقت ان شاء الله. وكرئيس اتحاد مقاولين ديال هذه الشغيله هذه الحمد لله راه الامور كلها غاده مزيانه، كاع الناس اللي كانوا خدامين راه غادي يخدموا ان شاء الله، وحنا عندنا علاقه مزيانه مع هاد الشغيله هاد ديال الحمامات، والحمد لله كلشي مزيان. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.